استاد الأهالي دير مواس في المنيا الدكتور حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، استقبلوه بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد دير مواس، ورددوا الأناشيد الوطنية ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية. على هامش زيارته للمنيا واللي قام بيها سعادته امبارح، أدلى السفير دولة الإمارات بتصريحات خاصة لصباحك مصري، فتعالوا نشوفها ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في الحقيقة أنا اخترت محافظة المنيا في أول برنامج لزيارة المحافظات بما تحمله من طبعا تاريخ، سواء كان في العصور القديمة أو في العصور الوسطى أو حتى العصور الحديثة. هذه المنطقة تعني لنا الكثير، بها تاريخ 7000 سنة، وهذا التاريخ طبعا أنا مبسوط أن يكون في تل العمارنة، ولأول مرة أشوف هذه المناظر الذي نقرأ عنها في الكتب ونقرأ عنها في التاريخ، واليوم أنا على أرض الواقع. طبعا هذا الاستقبال اللي استقبلوني فيه أهالي المنيا بشكل عام، ومن محبين ومن أصدقاء، طبعا هذا ليس غريب، لأن العلاقة التي تربط الإمارات بمصر علاقة تاريخية تجاوزت أكثر عن 50 عام، وهذه العلاقة أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وتمشي عليه على نفس النهج القيادة الإماراتية. وطبعا كل ما رأيته في الطريق وأنا جاي من بنية تحتية وجاي في القطار وسكة الحديد التي تطورت بصورة ملحوظة، فهذا الإنجاز يحسب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد نهضة مصر الحديثة، الذي امتاز بسرعة الإنجاز وسرعة دفع عجلة التطور في مصر، وهذا مش غريبة على فخامته. وإن شاء الله نرى مصر دائما في تقدم وفي ازدهار في قطاعات عدة الإمارات مستثمرة فيها، منها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع تقريبا الاستثماري. عندنا مشروع يبعد من هنا حوالي تقريبا 50 أو نص ساعة، اللي هو مصنع السكر، وهذا مشروع إماراتي ضخم تقريبا 180 فدان، وخلق فرص عمل لإخواننا المصريين. اللي همنا نحن دفع عجلة العلاقة ما بين الإمارات ومصر إلى الأمام، وإن شاء الله دائما نحن في جنب مصر ومصر دائما جنب الإمارات. شكرا يا فندم.